خلال ملعب الأهلي، بنجيب لحضراتكم كل كواليس ما يحدث في الإمارات منذ وصول بعثة النادي الأهلي إلى مطار أبو ظبي وحتى وصولهم إلى فندق الإقامة. النهاردة كان التمرين الأول أيضا للفريق الأول زي ما حضراتكم شايفين، لقطات خاصة بقناة النادي الأهلي وملعب الأهلي خاصة بفريق أو وصول بعثة النادي الأهلي إلى استاد أو إلى يا رب إن شاء الله يوم الخميس هنكون مع حضراتكم. زي ما أنتم عارفين هنعمل لحضراتكم تغطية مميزة، وبكرة عندنا أيضا تغطية مميزة هنتكلم فيها أيضا عن السوبر المصري. رئيس بعثة النادي الأهلي الأستاذ خالد الدرندلي، واحد من أمين الصندوق طبعا في النادي الأهلي وواحد من أعضاء مجلس الإدارة المخضرمين، الحقيقة إن شاء الله يكون وشه جميل علينا كالعادة. يعني النهاردة طبعا زي ما حضراتكم عارفين الفرقة اتمرنت تمرين كله تكتيكي، أيضا اتمرنوا على ضربات أو ركلات الجزاء الترجيحية، لأن من الممكن زي ما حضراتكم برضو عارفين أن المباراة عندما تنتهي لو انتهت بالتعادل ما بين الفريقين سيحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية، وبالتالي النهاردة كان في تمرين على ضربات الجزاء. بدأت بقى دلوقتي يعني طبعا ده كان طول النهار، النهاردة ماذا يحدث في بعثة النادي الأهلي؟ كابتن شريف إكرامي كابتن النادي الأهلي، الكل الحقيقة في حالة تركيز شديدة جدا زي ما انتم شايفين. حالة التركيز بدأت من بعد مباراة أو بعد انتهاء مباراة النادي المصري ومنذ أن بدأ النادي الأهلي في السفر إلى الإمارات. بعثة النادي الأهلي وصلت الحمد لله بالسلامة امبارح. النهاردة الحقيقة كان التمرين الأول زي ما حضراتكم شايفين، لاعيبة الفريق النادي الأهلي رايحين إلى الأتوبيس، وكان التمرين النهاردة على ملعب نادي الوحدة الإماراتي، وكالعادة الحقيقة استقبال حافل جدا للنادي الأهلي في كل أو أي حتة الحقيقة بتطأ أقدام لاعبي النادي الأهلي أي مكان في العالم الحقيقة دايما بيتم استقبالهم، فما بالكم بقى بالإمارات العربية المتحدة وماذا يحدث في الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة منتهى الاستقبال ومنتهى الاستقبال الكبير والرائع الحقيقة، وحاجة جامدة جدا. يعني الواحد دايما بيتمنى أو بيحب يروح الإمارات، بتحس أن أنت في بلد أو أنت جوه مصر الحقيقة. ناس كلها بترحب بيك من أول ما تنزل في المطار لغاية لما ترجع تمشي من المطار، ما يبقوش عايزينك تمشي. حاجة جميلة وحاجة ممتعة جدا جدا، كل وسائل الراحة متواجدة زي ما حضراتكم شايفين. لعيبة نادي الأهلي في طريقهم إلى استاد نادي الوحدة الإماراتي اللي هتقام عليه أو اللي أقيمت عليه تدريب اليوم، وكالعادة الحقيقة أتوبيس النادي الأهلي بيتحرك ومن خلفه كاميرا قناة النادي الأهلي. نحن بنشكر كل المسؤولين وكل المتواجدين هناك الحقيقة من البعثة الإعلامية لتغطية كل ما يحدث في الإمارات العربية المتحدة قبل مباراة السوبر. طيب طريق طبعا زي ما حضراتكم شايفين في نهاية هذا الطريق هتكون التمرينة الأولى للاعبي النادي الأهلي أو للاعبو النادي الأهلي في الاستاد الوحدة زي ما حضراتكم شايفين اهو. كابتن رمضان صبحي، كابتن أحمد الشيخ، أليو ديانج وبقية اللاعبين. النهاردة الحقيقة كانت في حاجة مميزة جدا، ريني فايلر النهارده اتمرن فضل على في اول التمرين بيجري مع اللاعبين كانه احد اللاعبين، ولكن كان لابس ازرق يعني ما كانش لابس احمر. فالكل الحقيقه بيركز في شيء واحد فقط، وهو ان شاء الله كيفيه اسعاد جمهور النادي الاهلي يوم الخميس القادم. كهربا نجم النادي الاهلي وبقيه اللاعبين، الكل الحقيقه بيستعد لبدء التمرينه في استاد نادي الوحدة. كل الحقيقة المسؤولين في نادي الوحدة ترحاب كبير جدا جدا ببعثة النادي الأهلي. وليد سليمان فايلر هو زي ما قلت لحضراتكم
كان بيجري مع اللاعبين يعني، وانفرد شوية برمضان صبحي. يعني البعض وصل في الكلام أو في التصريحات إن من الممكن إن يكون رمضان صبحي بيتحايل على فايلر علشان يلعب. هو يا جماعة في النادي الأهلي بالمناسبة مفيش الكلام ده، هو ممكن يقول له أنا طبعا عايز ألعب وكذا وكذا وكذا، ولكن في النهاية المدير الفني هو من يقرر مين يلعب ومين ما يلعبش على حسب احتياجاته هو كمدير فني، وعلى حسب الخطة اللي هيلعب بيها. هل هيلعب رمضان صبحي؟ هل هيلعب كهربا؟ هل هيلعب أجاييه؟ هل هيلعب أليو بادجي؟ محدش عارف، ومحدش هيعرف غير يوم المباراة قبل المباراة في الموعد الرسمي لإعلان التشكيل الرسمي لنادي الأهلي في هذه المباراة. فرض أيضا أو وقف فترات طويلة مع الجهاز الفني والجهاز الإداري ريني فايلر. الكل الحقيقة مبسوط، الكل مركز زي ما حضراتكم شايفين في مباراة الخميس القادم، مباراة واحدة أيضا، ولكن أولا ضد نادي الزمالك، ثانيا هي بطولة جديدة ستضاف إلى دولاب النادي الأهلي المليء دائما بالبطولات، ويظل دائما النادي الأهلي الحقيقة على القمة. مش بالكلام مش بالكلام مش بالكلام، كل شوية هقول هذه الكلمة، مش بالكلام ولكن بالأرقام. تدريبات خاصة لحراس المرمى مع المدير الفني لحراس المرمى زي ما حضراتكم شايفين، اعتقد تطور كبير جدا. النهارده هيكون معايا واحد ايضا من اللي كان لهم دور كبير في تطوير مستوى حراس المرمى في النادي الاهلي، كابتن طارق سليمان، ان شاء الله هيكون معايا في الفقره القادمه. هكلمه على بطولات السوبر اللي هو كان متواجد فيها، لانه النهارده زي ما قلت لكم حلقه او تغطيه مميزه جدا لمباراة السوبر المحلي إن شاء الله يوم الخميس الساعة 7. طيب عشان نضع برضو حضراتكم معانا في